الغزيرة تتهاطل حاليا على ميدان خمسة جويلية الأولمبي. بطروني على الجهة اليمنى وين يوجد بوسري ويسجل. بوسري سجل الهدف الثالث لصالح فريق المولودية. دن بطروني ذكرنا بالهربات والفتحات نتاعو من الجهة اليمنى، حيث كان يلقب آنذاك أي في 75-76 والمواسم المتتالية كذلك بعد هذه بعد الفوز على كأس إفريقيا سنة 76 يذكرنا أو كان يلقب برجل الدقائق الأخيرة، كان في كل مرة ينقذ الموقف ويسجل الهدف تاعو في الدقيقة الأخيرة وفعلا